فضيلة الشيخ هاشم هيبة، القارئ، المساحة، الإحساس، التمكن، التميز الذي يبدأ بقرار بيات لا يترك مقام البيات إلا أن كما يقولون بيموت المآل، يبدأ يعلو يعلو قليلا ثم يصل إلى جواب وجواب جواب البيات، ثم يبدأ ينتقل إلى مقام آخر ويبحث عن جمل نغمية مختلفة في هذا المقام، يذهب إلى الرصد، وهذا المعتاد عند القراء، وهنا الإبداع، يبدع في الرصد قرارا ووسطا وجوابا، بعد ذلك يصعد إلى جواب البيات، يذهب إلى الصبا ليشعرنا بالتحزين، يشعرنا بالإحساس بالتدبر مع القرآن، عالم وكأنك تسمع معلم يعلم القراء، صوت من القلب، مساحة صوتية شاسعة، كيفما ينتقل ينتقل، كلما يريد أي طبقة يذهب إليها دون محاولة أو تعثر، ولكن عنده الإمكانية الصوتية والمساحة التي تتيح له أن ينتقل إلى كل المقامات وإلى جوابها وإلى جواب جوابها. الشيخ هاشم هيبة من القراء الذين تركوا بصمة، بل تركوا اسما بماء الذهب.